ان هم يخلي بالهم، اجراءات احترازيه مهمه جدا، الوزن واللياقه البدنيه. صحيح. وهو طبعا يعني قدامه اختبار كبير، ويمكن دي اول تجربه بالنسبه له كمدير فني يا كابتن. طبيعي. وهو معانا على التليفون علشان نساله عن التجربه دي واستعداداته ليها، وهل هي عمليه ريسك بالنسبه لك ولا لا يا كابتن حليم؟ مساء الخير يا كابتن. ازيك؟ وعليكم السلام. طيبينك. طيب كابتن هاني، طبعا كابتننا الكبير طبعا، واستاذ هام، اهلا بيك. طيبين وعيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله. وعليك وعلى اسرتك يا رب. كل سنه وانت طيب يا حليم. بنقول لك اولا كل سنه وانت طيب، وثانيا طيب مبروك طبعا المسؤوليه. اعتقد انها مسؤوليه انت اداه ودود، مسؤوليه صعبه، مسؤوليه حرس الحدود. انت قعدت سنين طويله كلاعب، وكلاعب مميز في حرس الحدود. قول لنا ايه اخر التطورات بالنسبه لحاله اللاعبين، وكمان استعدادك انت الفني والبدني لاستئناف الدوري العام. طبعا يا كابتن هاني، انت عارف مسؤوليه صعبه جدا جدا في ظل الظروف المحيطه بينا كلنا او بالكره العالميه كلها، مش في مصر بس. ظروف صعبه جدا، يعني فتره اعداد قليله جدا. هدف مدرب كبير وعارف الفتره الاعداد المميزه تبقى قد ايه، تبقى من حوالي من 9 ل 12 اسبوع. احنا طبعا احنا كملناش 5 اسابيع، احنا خمس اسابيع، لان احنا اول اسبوع كده نبدا حصل عندنا حالات كورونا، حصل 4 حالات كورونا، فكنا في الملعب ساعتها، فاضطرينا نوقف التدريب خالص، قطعنا اسبوع كامل. بعدين رجعنا اشتغلنا، ظهر برضه عندنا 3 4 حالات كمان، فشغالين بشكل كويس الحمد لله على قد ما نقدر. لعبنا ماتشات وديه، حوالي 4 ماتشات وديه، الحمد لله النتائج كانت كويسه الحمد لله. بعد نادي سموحه تعادلنا 1-1، بعد نادي الاتحاد السكندري كسبنا 2-0، لعبنا نادي الجيش كسبنا 1-0، تعادلنا مع نادي طنطا. فالحمد لله الموضوع ماشي بشكل كويس، بس اعتقد الاصابات العضليه هتبقى كتير جدا. انت شايف شكل المنافسه ايه كابتن حليم لحرس الحدود بعد ما يستأنف الدوري؟ طب والله طبعا انت يعني المنافسه، احنا عندنا دلوقتي 19 بونت من 17 ماتش. فموضوع لسه الدوري طويل يا حليم. يعني لسه اعتقد لسه عندك 17 مباراه يعني. باقي دور كامل طبعا، احنا بنحاول نجتهد فيهم على قد ما نقدر. انا شايف ان الظروف كلها، ظروف الفرقه كلها زي بعضها، كله تساوى دلوقتي، كله قاعد فتره 4 شهور في البيت، اللعيبه كلها كله متداوي. فاعتقد هيعد نفسه بشكل كويس، هو اللي هيظهر بشكل كويس في الدوري ان شاء الله. فاعتقد ان الظروف متساويه، وان شاء الله يعني هنحاول نعمل حاجه كويسه، ونحاول نكافح ونقاتل عشان نرجع اسمنا دي حرس الحدود تاريخ مكانته المعروف بيها قبل كده ان شاء الله. اللياقه البدنيه والحفاظ على الاوزان زي ما قلنا في الخبر، هل فعلا ده انت راضي عنه، وراضي عنه بنسبه كام في الميه؟ والله طبعا انت عقليه لعيب الكوره طبعا حضرتك عارفها، مش زي اللعيب الاوروبي. الاوروبيين طبعا والعالميين طبعا بياخدوا بالهم بشكل كبير جدا، بس اعتقد بنسبه 60 70% اللعيبه جايه محافظه على نفسها، لسه عندهم اكتر يعني، لسه في اكتر. طبعا. بس احنا الحمد لله كنا شغالين مع اللعيبه فتره التوقف على برنامج زوم، كنا مع المعد البدني، كنا شغالين معاهم بشكل يومي. بعد حوالي اسبوعين من التوقف بدانا اشتغلنا معاهم فتره طويله جدا. في ناس طبعا كانت بتخش، ناس كتيره يعني نسبه 80% من اللعيبه كانت بتخش، و20% بتخش. طبعا وقعنا عليهم عقوبات طبعا اللعيبه اللي ما كانتش بتحضر. فالحمد لله يعني اللعيبه جت يعني بنسبه كبيره، راضي عنهم بنسبه 70% يعني بشكل كبير جدا بالنسبه للاوزان واللياقه البدنيه. واتمنى ان ما يحصلش اصابات عضليه كتير، شفنا اصابات عضليه في ماتشات وديه كتير حصلت، معظم الفرق اللي لعبت الماتشات الوديه حصل في اصابات عضليه. اتمنى ما يحصلش الكلام دوت، ان حتى حصل في نادي الزمالك ونادي الاهلي وعندنا حصل اصابات عضليه، كل الفرق حصل فيها اصابات عضليه، هتيجي القصه في فتره الاعداد. فنتمنى ان شاء الله ان الاصابات دي تقل ان شاء الله. طب انت اتكلمت على انت لعبت 4 مباريات وديه، عايز اعرف برضو منك انت وصلت لكام في الميه؟ يعني احنا عارفين كمدربين، او انت طبعا مدرب ولاعيب كبير عارف الفكره نفسها، انك توصل لتوليفه جيده جدا لبدايه الدوري، وكمان عايزين نعرف انطلاقه او استعاده مسابقه الدوري، او اللقاء حرس الحدود هيقابل مين؟ والله طبعا انا راضي بنسبه 50% والله حتى الان يعني 50. طب هتلحق تكمل ال 50 التانيين؟ لا طبعا، عمري ما هوصل في اول ماتش طبعا، مش هتوصل 100% خالص. هدف عارف مش هنوصل 100% خالص. احنا بنحاول قدامنا 10 ايام كمان ان شاء الله. عندنا عامل مباراه وديه اخيره ان شاء الله مع نادي الاتحاد يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، يوم الاثنين الجاي مع نادي الاتحاد. نتمنى ان اللعيبه توصل يعني حوالي 75% على الاقل، على الاقل يعني 75% عشان خاطر تبقى اول مباراه داخلين بشكل كويس. انت حضرتك عارف ان احنا ما عندناش اعداد مميزه كافيه،
يعني اعتقد 75 80% يبقى شكل كويس ان شاء الله للفرقه لو وصلوا ليه. وعندنا اول مباراه طبعا مباراه صعبه جدا جدا خصوصا ان هي مع المدير الفني السابق للنادي حرس الحدود الكابتن طارق العشري مع النادي المصري. هتبقى مباراه صعبه طبعا لانه عارف كل هو اللي جايب اللعيبه دي كابتن طارق وعارف كل كبيره وصغيره عن اللعيبه. هنحاول يعني نغير الشكل شويه. انا الفتره اللي فاتت قعدت مجموعه من الناشئين بحاول استعين بيهم ناشئين مميزين من النادي في حوالي 3-4 ناشئين مميزين في النادي ان شاء الله هيكونوا موجودين على الاقل 2-3 منهم في اول مباراه موجودين بيلعبوا. واتمنى ان التجربه تنجح ان شاء الله. كلنا نتمنى طبعا ان التجربه تنجح لان احنا كمان هنتكلم وعندنا ملف كمان عن المدربين الشباب. صح يعني اعتقد ان شاء الله تكون مدير فني ناجح. انت لسه صغير في اول خطوه على راس الجهاز الفني لنادي حرس الحدود نادي كبير. وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا حليم ان شاء الله. اولا قيادتك ان شاء الله لحرس الحدود باذن الله ونكسب كمان مدير فني شاب على اعلى مستوى ان شاء الله. بالتوفيق ليك وبالتوفيق لكل الفرق المصريه. بس عايزين نتاكد من عدد الاصابات من خلال حضرتك يا كابتن. فكرنا بعدد الاصابات، هل مع عوده الموسم مره ثانيه الصفوف هتكون مكتمله؟ هو اتهام يعني كان 7 اصابات في اللاعبين وواحد في الجهاز الاداري للفريق الفني الاداري. بس الحمد لله كلهم تعافوا الحمد لله بشكل كويس جدا. تمام. بس رجعوا لي متاخر طبعا، اللعيبه رجعت متاخر. ف يعني هم 6 منهم مش هيبقوا موجودين معايا في بدايه الدوري لان طبعا 6 من اللعيبه الاساسيه يا حليم ولا يعني منهم 4 لعيبه اساسيين يا كابتن هاني؟ 4 لعيبه اساسيين خصوصا انا كان عندي في مكان واحد بس يا كابتن هاني 3 اصابات في مكان واحد. ده في كان في مركز واحد؟ لا يعني مركز عندك فيه 3 اصابات كل اللي موجودين في طب هتتعامل ازاي مع القصه دي يا حليم واحنا خلاص يعني الدوري على الابواب؟ الله طبعا الله يكون في عونك. الموضوع صعب لكن كمان لازم زي ما انت بتقول انت بتطلع بقى اولاد من الناشئين اللي تحت، اولاد النادي اللي ممكن يكون ليهم فرصه في الدوري. يعني ممكن نشوف لاعب ناشئ من حرس الحدود موجود في اول مباراه في الدوري الممتاز؟ غالبا ان شاء الله هيكون موجود لعيب موجود مواليد 2001 هيكون موجود في المكان اللي عندي فيه التقصير دوت اللي هو كان مكان المساك. كان عندي فيه 3 اصابات مؤثرين جدا وثلاث لعيبه بيلعبوا معايا في الملعب وعندي واحد فيهم كمان الربع بتاعهم رباط صليبي، عامل رباط صليبي من 3 شهور. موضوع صعب جدا يا كابتن هاني، انت عارف انت بتستفيد في المساك بتلاقي كام واحد يعني هم تقيل اكتر حاجه بقيت 5 مساكين اكتر حاجه. فانا دلوقتي ما عنديش غير مساكين 2 مساكين بس الموجودين في الفرقه كلها، فاضطريت اطلع 2 كمان من قطاع الناشئين. ان شاء الله واحد فيهم هيكون موجود في الملعب ان شاء الله في اول مباراه. لا ربنا معاك ان شاء الله، احنا ندعي لك. ربنا معاك. شكرا جزيلا ليك كابتن محمد حليم مدير الفني لحرس الحدود. خلينا بقى في اسكندريه، احنا عارفين حرس الحدود نروح